الرئيس السيسي يوجه بأن تتكامل منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور مع المشروع القومي للطرق الجديدة. الفريق أول محمد زكي ووزير دفاع اليونان وممثلون لقبرص وفرنسا والإمارات يشهدون المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوسا 10. منظمة الصحة العالمية تدعو إلى عدم خفض تدابير الحيطة في مواجهة طفرة فيروس كورونا. السادسة مساء الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من أكسترا نيوز، وبداية الجولة الإخبارية مع أحمد أبو زيد. أحمد أهلا بك. شكرا جزيلا لك إيمان، أسعد الله مساءكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق. وقد وجه الرئيس السيسي بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور على نحو يتكامل مع المشروع القومي للطرق الجديدة لتوفير سبل الأمان والراحة للمواطنين وتحقيق عائد استثماري واقتصادي، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة في تلك المراكز. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مراكز الخدمات المتكاملة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور على نحو يتكامل مع المشروع القومي للطرق الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوفير كافة سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتادي الطرق وتحقيق عائد استثماري واقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في تلك المراكز، وكذلك توسيع نطاق التنمية بالاستغلال الأمثل للأراضي على جوانب الطرق والمحاور وعلى نحو يتسق مع الامتداد الحضري والعمراني الذي تهدف إليه الدولة. وفي هذا الإطار عرض السيد اللواء مجدي أنور الموقف التنفيذي لتطوير الخدمات الخاصة بالعديد من الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية وتطوير الأراضي المحيطة بها خدميا واقتصاديا واستثماريا. ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كلمة خلال القمة الافتراضية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية التي شارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأكد مدبولي أن القمة باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى ببذل المزيد من الجهد اتخاذ إجراءات فاعلة ومحددة لتحقيق النجاح لمنطقة التجارة الحرة القارية. وأشار إلى أن مصر على اقتناع راسخ بأهمية تحرير التجارة بين دول القارة بما يحقق الفائدة المنشودة لجهود التنمية، ودعا إلى التوافق حول النقاط العالقة لقواعد المنشأ بما لا يتجاوز نهاية يونيو القادم، وضرورة الالتزام بالأطر الزمنية المقترحة للانتهاء من النقاط العالقة في المرحلة الأولى من المفاوضات.
شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الدفاع اليوناني، وممثلو وزارة الدفاع القبرصية والفرنسية والإماراتية، شهدوا المرحلة الرئيسة للتدريب المشترك المصري اليوناني القبرصي ميدوزا 10 بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية. التدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا 10 في المدة من 30 من نوفمبر وحتى 6 من ديسمبر 2020. التدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا 10. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير دفاع اليونان، وممثل وزارة الدفاع القبرصية والفرنسية والإماراتية، المرحلة الرئيسية للتدريب المصري اليوناني القبرصي المشترك ميدوزا 10 بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية. بدأت المرحلة الرئيسية بتقديم عرض تفصيلي على متن حاملة المروحيات أنور السادات، تتضمن عرض الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة. وشاهد القائد العام للقوات المسلحة والحضور تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة في التدريب، تضمنت تنفيذ قذف جوي ضد عدد من الأهداف المعادية على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام، وتنفيذ رماية مدفعية للوحدات البحرية بالأعيرة المختلفة ضد الأهداف غير النمطية، أعقبها تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ، وذلك بتنفيذ قفزة صداقة لعناصر المظلات. كما شملت الفعاليات تنفيذ تدريب حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، وتنفيذ القوات الخاصة البحرية لعدد من الأنشطة كفتح الثغرات وتأمين رأس الشاطئ والإغارة على هدف ساحلي، أظهرت مدى القدرة على العمل المشترك بكفاءة واقتدار. تلا ذلك تنفيذ عملية برمائية للسيطرة على الأهداف الحيوية بواسطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات، كذلك قيام طائرات الهليكوبتر الهجومي بتقديم الدعم النيراني المكثف لتأمين ممر الاقتراب لوسائط الإبرار.
واختتمت الأنشطة بتنفيذ تشكيل استعراض بحري جوي بمشاركة عدد من الوحدات البحرية والطائرات المتعددة المهام مختلفة الطرازات من الدول المشاركة تحية للحضور. وكانت المراحل الأولى للتدريب قد تضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة، منها اصطفاف العناصر المشاركة بالمناورة وتنفيذ المحاضرات النظرية والعملية التي تساهم في توحيد المفاهيم المشتركة للقوات المنفذة، والتدريب المسبق لعناصر القوات الخاصة البحرية، والقيام بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة ضد كافة التهديدات، والتدريب على أعمال الاستطلاع الجوي وتنفيذ طلعات جوية مشتركة للدفاع والهجوم عن الأهداف الحيوية والبحرية، والتي أظهرت قدرة العناصر المشاركة على تنفيذ مهامها بدقة وكفاءة عالية. وفي ختام المرحلة نقل القائد العام للقوات المسلحة تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مرحبا بهم في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا على عمق العلاقات العسكرية التي تربط الدول المشاركة، ومشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذي يهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات التي تتمتع بها كافة العناصر المشاركة في التدريب من أجل أمن واستقرار شرق المتوسط. التدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا 10. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجالات التموين والكهرباء والمرور والأموال العامة والضرائب، وتمكنت على مدار شهر من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. حققت أجهزة الوزارة نتائج إيجابية في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 34,854 قضية تموينية متنوعة، وضبط 2,749 قضية مقاهي مخالفة لقرار الغلق، وغلق 12,825 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 130,602 سائق نقل جماعي لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامات. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 38,915 قضية تموينية متنوعة، من بينها 720 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 20,156 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها بمليونين وسبعمائة وواحد وعشرين ألفاً وستين جنيها، وضبط 91 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 3,110,813 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 373 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت أكثر من 320 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 70 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت ما يقرب من 25.5 طن سلع مدعمة متنوعة.
وفي مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 31 قضية بإجمالي 38 متهماً بمضبوطات وزنت أكثر من 4 أطنان. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 692,070 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت مخالفات تجاوز السرعة المقررة والقيادة تحت تأثير المخدر. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 336,878 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 253,122,992 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 8,003 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت أكثر من 22,115,624,000 جنيه مصرية، واخترت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. تشهد وزيرة الصحة هالة زايد غدا فعاليات تخرج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية على الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المدربين. يأتي ذلك في إطار إيلاء القيادة السياسية أهمية قصوى للتعليم الطبي المهني المستمر، وكذا مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في الخدمة الطبية في مصر، وفي إطار البروتوكول الموقع بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الصحة وكلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية للمرة الأولى في تاريخ مصر، وفي إطار تدريب الكوادر البشرية للنهوض بمنظومة التعليم المهنية. بدأت اليوم وحتى الاثنين المقبل لجان تصويت المصريين بالخارج بالسفارات والقنصليات المصرية في تلقي بطاقات الاقتراع من الناخبين في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب. تجرى الانتخابات على مقاعد الفردي في دوائر 13 محافظة، هي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء وجنوب سيناء. في الكويت أدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الأمة وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. يتنافس في الانتخابات أكثر من 300 مرشح، من بينهم 29 امرأة للفوز بمقاعد المجلس 50، إذ تجرى الانتخابات في 590 لجنة موزعة على 100 مدرسة واثنتين. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حرص بلاده على تطوير التعاون مع الأردن في شتى المجالات. وخلال لقائه نظيره الأردني أيمن الصفدي، دعا حسين إلى أهمية تعزيز أمن وسيادة العراق وإبعاده عن الصراعات والوقوف مع الحكومة في إعادة الإعمار وتثبيت الاستقرار. هذا وتناول لقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن التحديات التي تواجه المنطقة. شدد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة التشاور مع دول الخليج العربي بشكل كامل في حال أعيد إحياء الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران. وشدد بن فرحان على أن هذا هو الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق مستدام. نشرتنا لا تزال مستمرة مع حضراتكم، لنا عودة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. حذرت منظمة الصحة العالمية من أي تهاون في التدابير الحيطة في مواجهة فيروس كورونا، رغم التفاؤل الذي يثيره التوصل إلى لقاحات. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم إنه مع التقدم المتعلق باللقاحات فإننا نبدأ برؤية نهاية الوباء،
محذرا من أن الفيروس سيواصل ممارسة ضغط هائل على المستشفيات، فيما دعا خبراء المنظمة إلى عدم تخفيف اليقظة جراء التفاؤل الذي أثاره التوصل إلى لقاحات مضادة للفيروس. يأتي هذا في وقت تستعد فيه الشركات الأمريكية لبذل جهد لوجستي ضخم للمساعدة في إيصال لقاحات فيروس كورونا المستجد التي ستصل قريبا وسيتطلب تخزينها درجات حرارة منخفضة للغاية. وقد وضعت الشركات المتخصصة في إنتاج الحاويات العازلة في حالة تأهب لأسابيع بعد أن قالت شركتا فايزر وبايونتيك إن اللقاح الذي تم تطويره بمعرفة الشركتين يحتاج تخزينه إلى حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر. أصيب أكثر من 65 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم، بينما توفى أكثر من 1.5 مليون آخرين، في حين أعلن عدد من الدول عن حملات تلقيح وشيكة. بشكل متزايد عادت وتيرة انتشار جائحة كورونا المستجد التي أصابت أكثر من 65 مليون شخص وأودت بحياة أكثر من 1.5 مليون في العالم، في حين باتت خطط اللقاح تتضح في دول عدة. وخلال الأسبوع المنقضي سجلت أكثر من 600 ألف حالة جديدة في اليوم بشكل متوسط، أي بزيادة نسبتها 4% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبينما أعلن عدد من الدول عن حملات تلقيح وشيكة، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن تعميم اللقاحات لن يكون كافيا بحد ذاته للقضاء على الفيروس المميت. وبحسب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، فإن التقدم الذي تحقق في الآونة الأخيرة في مجال لقاحات الوقاية من كوفيد-19 إيجابي، لكن المنظمة قلقة من أن ذلك قد أدى إلى مفهوم آخذ في التزايد بأن الجائحة انتهت. وأوضح تيدروس أن الجائحة لا يزال أمامها طريق طويل، وأن القرارات التي يتخذوها الأفراد والحكومات ستحدد مسارها على المدى القصير ومتى ستنتهي. من جهته قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة مايك راين إن اللقاحات لا تعني صفر كوفيد، موضحا أنها وحدها لا يمكنها القيام بالعمل المطلوب. وستبدأ بريطانيا أكثر الدول الأوروبية تسجيلا للوفيات، ستبدأ التلقيح لنزلاء دار العجزة والطواقم العاملة فيها هذا الأسبوع. وفي الولايات المتحدة التي تدفع الثمن الأكبر للوباء، حذر مسؤول الصحة الأمريكيون من أن الرحلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوع بمناسبة عيد الشكر قد تتسبب في تفشي للمرض يضاف إلى تفشيه حاليا. وقدمت شركتا فايزر وبايونتيك بالإضافة إلى شركة موديرنا طلبي ترخيص إلى الوكالة الأمريكية للأدوية، وفي حال الحصول على ضوء أخضر يمكن أن يتوافر اللقاحان نهاية العام الحالي في هذا البلد. أما في روسيا فقد انطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح سبوتنيك في، حيث سيتم تخصيص المرحلة الأولى من اللقاح للفئات الأكثر تعرضا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. محليا افتتح وزير العدل عمر مروان ومحافظ كفر الشيخ جمال نور الدين الموقع الأول لفرع توثيق الضواحي بحي سخا ومكتب التوثيق بالحمول وأعمال تطوير محكمة كفر الشيخ الابتدائية، الذي يأتي ضمن خطة التطوير والتحديث وزيادة منافذ تقديم الخدمات التي تنتهجها وزارة العدل للحد من الازدحام والتكدس في مكاتب التوثيق المختلفة. وقد تم تجهيز الفرع وفق أحدث المواصفات التقنية التي تعتمدها الوزارة في إنشاء مكاتب التوثيق المطورة على مستوى محافظات الجمهورية. أكد
أكد وزير التموين علي المصطلحي أن القيادة السياسية تولي ملف المشروع القومي للصوامع اهتماما كبيرا نظرا للأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح. وخلال التفقد لمشروع صوامع الصلحية بقصصين الشرق في مركز ومدينة الحسينية يرافقه محافظ الشرقية ممدوح غراب، أوضح وزير التموين أن مصر أصبحت تمتلك مساحات تخزينية لكميات تصل إلى 3,400,000 طن قمح. من جانبه أكد محافظ الشرقية أن مشروع الصوامع الصلحية بمركز ومدينة الحسينية يعمل بطاقة تخزينية 90,000 طن، مشيرا إلى أن المحافظة بصدد إنشاء 4 صوامع حقلية بالتنسيق مع وزارة التموين. العام الثالث على التوالي تحصل على المركز الأول في إنتاج وتوريد القمح. السنة اللي فاتت تم توريد 670,000 طن، الحمد لله تم تخزينهم في الصوامع وبعض الشون المطورة الموجودة، وإن شاء الله أنا بعتقد أن في المرحلة الجاية اللي هي خطة إنشاء الصوامع الحقلية اللي هي من 5,000 ل 10,000 طن هتساهم بصورة جيدة جدا باستيعاب الإنتاج. وانت عارف حضرتك أن احنا ننتج في حدود 900,000 طن في السنة من القمح، فبالتالي محتاجين طاقة تخزينية كبيرة، وهو دوت الاتجاه اللي ماشي في الوقت الحالي من إنشاء الصوامع داخل محافظة الشرقية. هذه الصوامع طبعا هتستغل في الموسم القادم إن شاء الله استغلال مناسب جدا، هتستوعب لنا قمح الشرقية اللي كنا يعني طبعا الساعات التخزينية زادت عندنا من 2017 من 60,000 إلى 400,000، يعني تقريبا 7 أضعاف القيمة الساعة التخزينية اللي كانت سنة 2017، وإحنا دلوقتي وصلنا ل 400,000. دي حاجة كويسة جدا وهتخلينا إحنا بنشتغل سواء في الموسم أو في استقبال القمح المستورد بأريحية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إيقاف صرف المعاشات المستحقة لمتحدي الإعاقة. أوضح المركز أنه تواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي أكدت أن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات. أضافت أن المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال. أشارت الهيئة أيضا إلى أن قانون حماية الأشخاص متحدي الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت في المستحقين من متحدي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإنه يتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له من دون حدود. صرح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بأن التسامح والتعايش مع الآخر من أهم الثوابت المواطنة، لافتا إلى أن الدولة حققت التعايش السلمي بين المواطنين كافة. وخلال زيارته لأسيوط لليوم الثاني نوه وزير الأوقاف بالتنسيق مع الأزهر والكنائس من أجل جعل قضية المواطنة ثقافة وطنية. أنا سعيد بما رأيت من روح وطنية عالية بين أهالي أسيوط على كل المستويات وخاصة بين القيادات الدينية. الحقيقة ما أكدنا عليه أن العلاقة في أسيوط على مستوى القيادات الدينية في أفضل وأحسن أحوالها، وهناك رؤية عظيمة لفكر العيش المشترك بين كل القيادات الدينية في أسيوط. لكن ما أكدنا عليه هو التحول لهذه الثقافة التي هي ناضجة ومتميزة وراقية وواعية على مستوى الأئمة والقساوسة إلى ثقافة شعبية. لليوم التالي النهاردة زيارته لمحافظة أسيوط، يمكن بالأمس شهدت افتتاح بعض المساجد، وحقيقي فعلا يمكن هو لمس وكلنا لمسنا السعادة والبهجة اللي أدخلها على نفوس أهلنا في محافظة أسيوط. يمكن الجزئية دي بتيجي في إطار اللي بتشهده الدولة المصرية بصفة عامة في كل المجالات وفي كل القطاعات، حقيقي فعلا من إنجازات بتتم خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها محافظة أسيوط إنجازات عديدة، وحتى في مجالات افتتاح المساجد وتعمير المساجد والرفع الكفاءة بتاعتها. الحقيقة احنا من امبارح مع سيادة الوزير واتكلم كتير، الحقيقة
عن إرساء قيم المواطنة وحماية كل دور العبادة، واتكلم عن افتتاح عدد كبير من المساجد، وده دليل على أنه الوزارة مطلعة بحاجات كتير قوي. قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج صبايا الخير المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار. جاء ذلك بعد بحثه الشكاوى المقدمة ضد البرنامج. كما بحث المجلس تقرير الرصد بشأن إعلانات ما يدعى أنها شبكة قنوات الأولى للإعلام، وقرر استدعاء الممثل القانوني لقناة سترايك الفضائية المملوكة لشركة الأولى، وبحث مدى قانونية إجراءات الترخيص المنتهي الذي لم يتم تجديده أو توفيق الأوضاع وفقا للقانون حتى الآن. كما بحث المجلس الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد برنامج 90 دقيقة الذي يبث على قناة المحور ومقدم البرنامج أسامة كمال، وقرر الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بشأن ما تم من مخالفات في حلقة 28 من نوفمبر، وإيقاف مقدم البرنامج لمدة أسبوعين مع تغريم القناة 100,000 جنيه. تتواصل فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائية الدولي بحضور أبرز نجوم الفن في مصر وأكثر من 200 ضيف أجنبي حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا. المزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن أحمد عبد الرازق مرسل إكسترا نيوز. أحمد، طبعا برحب بك في هذه الجولة الإخبارية. كيف من الممكن لك أن تطلعنا على التفاصيل للدورة 42 ومتابعتك لها؟ تحياتي لك إيمان. بالفعل هذا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هذه الدورة 42. جدول أفلام عروض اليوم يتضمن 22 فيلما، تم عرض حوالي 12 فيلما منهم حتى هذه الساعة، وجاري عرض بقية الأفلام وفق الجدول المعلن والمتاح على منصة المهرجان أو على الصفحة الرسمية للمهرجان. وتم اليوم أيضا افتتاح أفلام مهرجان أفلام الغد، وهو أحد أفرع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. كما تم افتتاح أيضا معرض مئوية فليني، أو المخرج والسيناريست الإيطالي فيدريكو فليني المولود عام 1920 والمتوفى عام 1993، والذي قدم للسينما العالمية نحو 22 فيلما وحصل على العديد من الجوائز العالمية، ربما كان أهمها السعفة الذهبية من مهرجان كان عن فيلمه لا دوتشي فيتا أو الحياة حلوة. نقف الآن في معرض فليني بالفعل، واستمتع الحضور بالعديد من الصور الخاصة بهذا المخرج العظيم، وهي ميزة من الميزات التي يقدمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التعرف على رواد السينما العالمية. ولكن إيمان، يعني من خلال جدول عروض أو أفلام المهرجان حتى هذه الساعة وبالأمس وأيضا المدرجة حتى نهاية أو آخر يوم في المهرجان، نجد سمة مشتركة في معظم الأفلام الأجنبية المقدمة، وهي الإنتاج المشترك. فالعديد من الأفلام إنتاج مشترك فرنسي إيطالي بلجيكي أو أمريكاني روسي ألماني، شيء من هذا القبيل، وهي ميزة من يعني ربما تفتقر إليها السينما المصرية والسينما الأفريقية، ولكن يعني من شأنها أن تدفع بهذه الصناعة إلى الأمام، حيث يتيح الإنتاج المشترك يعني ميزات أكثر في التمويل، تمويل الأفلام، وبالتالي نحصل على إنتاج ضخم وأيضا مساحات أو أماكن مختلفة للعرض. لازالت فعاليات المهرجان قائمة في أكثر من مكان، هنا في دار الأوبرا المصرية، في المسرح الكبير والمسرح الصغير والمسرح الصغير المكشوف ومسرح الهناجر أيضا، وسنتابع أيضا يعني في رسائل أخرى فعاليات اليوم. أعود إليك مرة أخرى إيمان. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل أحمد عبد الرازق مرسل إكسترا نيوز، شكرا لك. واصلت السفن العابرة بقناة السويس الانتظام في مرورها بالرغم من الآثار السلبية التي فرضتها مواجهة جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم. وارتفعت الإيرادات المحققة بالقناة خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة جاوزت 2.4% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى ما يزيد على 488 مليون دولار. على الرغم من الآثار السلبية التي فرضتها مواجهة جائحة فيروس كورونا على العالم والتي قللت من حركة التجارة الدولية، فإن قناة السويس ذلك المجرى البحري الحيوي بقى بعيداً عن تلك التداعيات. حركة الملاحة بالقناة سجلت خلال شهر نوفمبر لعام 2020
عبور 1614 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 100 مليون و200 ألف طن. انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر في زيادة معدل الإيرادات المحققة، حيث زادت العائدات خلال شهر نوفمبر لعام 2020 بنسبة 2.4% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى نحو 488 مليون دولار، زيادة أرجعها رئيس هيئة قناة السويس إلى السياسات التسويقية وتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة والتي نجحت في تقليل التأثير السلبي لأزمة تفشي فيروس كورونا، بجانب كسب ثقة العملاء وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل. كما كان لقناة السويس الجديدة دور في هذه الزيادة، حيث تم من خلالها اختصار وقت المرور وتعميق المجرى الملاحي، وذلك من أجل استيعاب السفن العملاقة والتي يتجه العالم نحوها بدلا من السفن الصغيرة والمتوسطة، حيث أنها تستوعب حاويات أكثر وبالتالي توفير الوقود والرسوم الجمركية. نهاية النشرة، الآن إليكم تذكرة بأهم ما ورد فيها من أنباء. الرئيس السيسي وجه بأن تتكامل منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور مع المشروع القومي للطرق الجديدة. الفريق أول محمد زكي ووزير الدفاع اليوناني وممثلون لقبرص وفرنسا والإمارات يشهدون المرحلة الرئيسة لتدريب ميدوزا 10. منظمة الصحة العالمية تدعو إلى عدم خفض تدابير الحيطة في مواجهة طفرة فيروس كورونا. نلفت عناية حضراتكم في الختام دوما بأن تردد قناة إكسترا نيوز ببثها عالي الجودة HD هو 12303 على أن يكون معدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي. إلى الملتقى بحول الله.